ولنقاش ملف الفوضى الأمنية التي تشهدها عدد من المحافظات في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي إطار تأتي الهجمات التي تشهدها عدد من المحافظات، خاصة بعدما كشفت مصادر حكومية عن مقتل منتسبين في الشرطة في محافظات التأميم والموصل وديالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. قضية الملف الأمني في العراق هو ملف خصب حقيقة منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق في 2003 ولحد الآن، هو يستغل لصالح الكتل السياسية التي أتى بها المحتل إلى العراق، والأزمات هي الغذاء الذي يعتاشون عليه طوال هذه الفترة. من كفأت هذه الدماء التي تسكب في سبيل رضاء الكتل السياسية والزعامات السياسية المدعومة خارجيا في العراق؟ وأصبح الشعب العراقي يتحسس هذا الأمر بشكل كبير جدا بعدما خدع القسم و ساير القسم الآخر، وحاولت المراجع الدينية بكل مسمياتها أن تجمل صورة الأحزاب العميلة التي أتت مع المحتل، ولكن قبح الفعل المستمر الذي مارسوه خلال فترة الحكم السائل بعد الحكومات الاحتلال المتعاقبة للعراق أدى إلى كشف أوراقهم بشكل أصبحت العملية السيطرة على العملية السياسية صعبة جدا إلا من خلال السبيل المسلح. وهذا ما عمدت عليه إيران استغلال لهذا المبدأ، فبدأت تحيد كل مؤسسات الدولة الأخرى ما تبقى منها لصالح المشروع الإيراني المسلح الذي يعتمد الميليشيات كأساس في فرض ما يريدون في العراق. وهذا المشروع لا ينم على سياسه واضحه، وانما ينم عن طريق الاغتيال والترهيب والاستغلال النفوذ العام. والاتي الذي يترشح من المناطق التي دمرت لصالح المشروع الايراني ان الحشد الذي اسسته ايران وميليشياتها والاحزاب السلطه التابعه لايران الان تجبر منتسبيها بأن يرشحون أشخاص محددين، وهذه الشخصيات والأسماء مجبرين عليها، وهذا ما ورد في الشكوى التي قدمت إلى القضاء العراقي من قبل محافظة نينوى مثلا أو في المحافظات الأخرى. الآن قرب الانتخابات، طالما أن المشهد يسيطر عليه السلاح والمنفلت والفوضى التي تقود هذه الميليشيات، إذن سوف يتم التخلص من كل جهة، سواء كان شخص أو فئة أو مجموعة أو جهة معارضة لظهور هذا الكم الكبير من الفاسدين إلى مقدمة السلطة التي تريدها إيران. وإيران تعتقد أنه هذه الانتخابات هي يجب أن تكون تحسم لصالحها بكل الوسائل، وبالتالي جندت كل أجهزتها ومخابراتها وميليشياتها للعمل على هذا. وبالتالي هذه الأحداث التي تظهر عادة قبل كل انتخابات يستسهل الدم العراقي بكل مشاربه لصالح العملية السياسية. دكتور المعذرة على المقاطعة، في نفس السياق كيف يفسر موقف الحكومة الصامت أمام هذه الهجمات التي تثبت أن العراق ليس مكانا آمنا كما تروج هي فعلا؟ هل الحكومة هي جزء من العملية السياسية، جزء من العملية الفاسدة أم لا؟ الحكومة هي التي أسست وأنشأت ورعت هذه العمليات الانتقامية والقتل وإفساد القضاء. عندما يكون البلد مفرغ من القضاء الحقيقي، وعندما تكون الجهات الأمنية مسيسة لصالح مشروع محدد، وكل حزب بما لديهم فرحون، والكل يطمع في الكل، والكل لا يحاسب الكل. الحكومة عندما نقول الصمت الحكومي نحن نعطيها دور وكأنها هي نزيهة عن ما يجري، وليست هي التي تخطط وتشارك في التخطيط. كل ما ينتج في العراق
هو متفق عليه ما بين هذه الأحزاب وهذه الكتل، والحكومة هي أس البلاء. لو كانت حكومة بمعنى بمعناها الحقيقي لطبقت القانون على الفاسدين. كيف تطبق القانون على الفاسدين وهي الحكومة فاسدة من الأساس، وهي نتيجة الفساد التي ينتج عنه الكاظمي وقبله العبادي وقبله المالكي وقبله اياد علاوي؟ كل هذه الاتفاقات يتم الاتفاق عليها بشكل واضح ولا يهم الدم العراقي. نحن لا ننسى بان هؤلاء اتوا من الخارج وهم يحملون اجندات البلدان التي استعملتهم ضد العراق. هل هذا يعني دكتور اصبح المشهد دكتور هل هذا يعني ان الراي العام العراقي اليوم بين خيارين، اما الانتخابات ام الفوضى بعد هذه الهجمات؟ هذه الفوضى مدعومه سياسيا ومدعومه امريكيا ومدعومه ايرانيا. وعندما اتت امريكا الى العراق اتت لتدمير العراق، والتدمير التي ترعاه الولايات المتحده الامريكيه لحد الان، الولايات المتحده الامريكيه لحد الان لم تتخذ الا دعم هذه الميليشيات، وهي التي اسستها والتي لا تزال تدعمها ماديا. لا 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 لا، هذا الاعلام الكاذب الذي والهجمات الكرتونيه التي يدعونها، هذا كله لغرض تنفيذ اجنده امريكيه ايرانيه متفق عليه لتدمير العراق واضعافه واوصاله الى الفوضى. وكلما وصل الى حافه من الفوضى نقول انها ستنهي، تزداد هذه الفوضى باتجاهات اخرى الى ان يصبح المواطن غير آمن. وهذا وصل للحال اللي وصلنا، غير آمن في بيته، غير آمن في الشارع، غير آمن في محله، غير آمن في أي مكان. كثرة القتل الآن على بشكل كبير، القضاء معطل تماما، بل على العكس القضاء هو أس البلاء لأنه لم يأخذ بدوره، أصبح يساند القاتل على المقتول. يعني أفضع من هذا الوصف الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه الأسوأ في العالم من ناحيه الامن والسلام على المواطن. نعم. الصحفي لا يستطيع انه يقول رايه. الان يريدون ان يشرعوا قانون يحاسب الذي ينتقدهم بحجه انه هذا التحريض على الفوضى وما الى ذلك، وينسون بانه هم الاساس الكبير للفوضى. الان كيف يكممون افواه الشعب العراقي؟ سيلجؤون الى القتل والى الاختطافات والى الارهاب المقدس الذي اعتمده النظام الايراني منذ توليه الامر في ايران. نعم. واصبح الان يصدر هذا الارهاب المقدس الى المنطقه العربيه ابتداء بالعراق ولبنان واليمن وسوريا، والله اعلم وين راح يصلون بنا لهذا الارهاب المقدس الذي حل علينا بهذا الشكل. اشكرك الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان.